لأنهم أدركوا أن الاستعمار لا يمكن أن يظل واقعا جاثما على أرض الجزائر، ولأن مبادئهم ثابتة اتجاه التحرر والانعتاق. اجتمعوا ذات 24 جوان 1954 ليحددوا مصير شعب متعطش للحرية، فصنعوا الاستقلال. اجتماع مجموعتي 22 بهدف اندلاع الثورة المجيدة، اجتماع راسخ في تاريخ النضال والكفاح. فخر كبير، يعني فخر كبير، يعني أنا للآن نقول كيفاش بابا أبري لا ديسيزيون هذيك يدير اجتماع في دارنا بهذيك المجموعة اللي كانوا فيها فرنسا تحوس عليهم، وراه في العاصمة ماهوش في الجبل، هاو في قلب العاصمة في مقام الشهيد هنا كانت كازيرنا تاع فرنسا. والحمد لله يعني بفضل ربي كما قلت لك وفضل الثقة تاع لافامي كامل وبابا نجح الاجتماع. في منزل إلياس دريش بقلب العاصمة اجتمع مصطفى بن بلعيد ورفقاؤه ممن تسلحوا بالإرادة والإيمان بعدالة القضية فأعادوا مجرى التاريخ. هؤلاء الذين حسموا مصير الاستعمار كانوا شبابا. القضية التي جمعتهم وقت ذاك هي قضية الجزائر، فكلما جمعتنا هذه القضية وكانت هي محور اللقاء كلما كنا أقدر على تجاوز التحديات التي لا تقل أهمية اليوم عن ما كان في الماضي. اليوم الذكرى 69 لذاكرة الاجتماع التاريخي، فإننا نحيي ذكرى عظيمة برجالها وصناعها، نستذكر بعرفان ووفاء ومضات من ذلك اللقاء الذي استجمع فيه الشعب الجزائري عزيمته وانطلق في حسم النزال من أجل التحرر والانعتاق. بعرفان ووفاء نستذكر مآثر من أدركوا بحدسهم الصادق أن الحرية تنتزع وأن الاستقلال حليفهم لا محال، فكتبوا التاريخ تخليدا وصنعوا ذاكرة أمة.